شهدت محافظة الإسكندرية اليوم موجة من الطقس المتقلب وهطولا للأمطار الغزيرة على كافة مناطق وأحياء الإسكندرية المختلفة، وارتفاع موج البحر إلى نحو 5 أمتار وتخطيها إلى سور كورنيش البحر. ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف بالتواجد الميداني على مدار اليوم والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لإزالة آثار الطقس ورفع درجة الاستعداد. هذا وقد قامت وحدات الإزالة الفورية والإشغالات بالأحياء بالتواجد الميداني لعمل حواجز حول العقارات التي تشكل خطورة داهمة على المارة، وقامت برفع الإعلانات التي سقطت جراء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المدينة أمس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية.